Bonsoir frère, bonsoir tout le frère, allez à Jésus. والبي عندي صافي قد ديت بي مع الوحدة غنمشي نضلك يلا جبرت واحد القهوة جاي ولا لا يا كرسيه المهم انا الموقع انا نعرفه باللي تجي لي من هناك بس ندير مع عند نسميه وولكن ستريت كيشوف دور في الليل واحد المنطقة اللي ساكن فيها انا كاملة كتشد في الليل طونوبيلات باش الناس كتخرج ديك القهوة وديك الشي ديال الشارع وكيجلسوا في الشارع ماشي خصوصا الجمعة والسبت. المهم جيت هنا باش نفطر جبرت عامل ديك الشي ديال الماكلة ويسترن ماكلة ويسترن شتي ماكلة عيدية هنا باش قضية مزيانة هو انك تبان القرية ديال الماكلة المشهورة. يلا دابا انا طلبت واحد باكيت التونة والعصير. حطنا الكار هنا يا دانانك وغادي دابا بعد العشية نبوطي العشي بارتو بارتو واحد الليلة على كتبتي نشوفو غادي الناس غادي بلاتي كنعمل ليك يومين تلت أيام المهم على حسب ماشي على شي حاجة اللوطيلات كاع اللي كنت فيهم أنا هنايا في دمار زعما الصراحة واعرين بزاف أصاحبي بالنسبة للثمن اللي عاملين شي حاجة بلاش الصراحة زعما أنا هذا اللوطيلة ديال الفيتنام زعما هذا اللوطيلة الثالث اللي كندخل له راه أوستن ماشي هادو خوني زعما الصراحة ديك الشي اللي عندهم راه سبب صح فهمتيش كيفاش ديك الشي راه أول حاجة الريسبسيون كتدخل لها كتجبر داك الشيء كان اللي داخل شي اوديل مع الرب ديالك هو منين طاوس ديال كذا دابا هذا قولي تسمى اوديل ولكن ماشي شي اوديل على الله كيفاش عارف الريسبسيون ديالو واعرة واعرة الريسبسيون ديالو واعرة وكلشي ديالو مزيون والصراحة زعما اش نقول لك واحد العناية كبيرة يعني باش تجبر الريسبسيون بحال هدايا والبيث وانت تخلص 60 70 درهم صافا بازون زعما صراحة هاد الشيء بشكل وحتى في لي زوستيل اللي كنت فيهم انا في اللي كنت فيهم في هوي او اللي كنت في هانوي هادو كانوا لي زوستيل اللي عندهم ديك لي كابسول ولكن الريسبسيون ديما واعرة كانك وحيدة كانك داخل شي اوتيل ثلاثة ولا اربعة نجوم زائد السيرفيس واعر النقاوة والأثبيلة زعما لا يعاق على شيء لا والله زعما الدنيا رخيصة بزاف هنا في سيرتو في لي زوطاج. المهم غنخليكم على التصويرة ديال الموطيل اللي غتشوفوه دابا وديك الساعة غنخرجو إن شاء الله نعملو شي عشيوي ونشوفو المدينة كيفاش عاملة. يلاه المهم على حسب اللي كنشوفو هنا لي ريستورون دايرين دايرين بصح يعني جون خيرا كاين ديك الشي السي فود السي فود كلشي كاين هنا دابا غنمشي غنخلف شي حاجة غنشوف المدينة كيفاش عاملة اللوطو حنا عرفناه الشارع جا مزيون بالنهار مبديش انا مزيون ولكن ملي خرجت دابا الأضواء والدنيا عم تحت حاجة شي حاجة المهم المدينة ما فيهاش داك الشيء ديال المآثير ولا ما
مدينة ماشي تاريخية، مدينة السياحة البلاية يعني البلاية و... وهنا على حسب ما عرف بأن المشاريع الأغلبية للاستثمارات كاينين الرواسة، الرواسة موجودين هنا بزاف كيجو توريست هنا وعلى عامل استثمارات كبيرة هنا شغل كبير عندنا. المدينة وقيلة نجلس فيها يومين حتى ثلاث أيام على حسب الجو، على الله يكون الجو مزيان. اليوم كي تسمى هذا نهار مشى الليلة الأولية، غدا إن شاء الله باش نمشي إلى صباح الجو مزيان، غدا على الصباح خاصني نمشي لديك اللي قلت لكم بانا هيلز. هاد بانا هيلز فيها واحد بلاصة توريستيك جات واحد جبل يعني مشي له بالطوموبيل بالقراب ومن بعد كطلع التيليفريك ولا حتى الراس كاين تما واحد البريدج مسميه جولدن بريدج. هنا كاين شي مسائل، هنا خصك الطريق تبيض واخا الشراطي واخا اللعيبات راه ما كاينش الشراطي هنا، هنا الحالة مزيونة، الحالة مزيونة، المطاعم مزيونين وحالة باينة موديرنة. هنا الحذاء البيسينة بصح الفتو قداش وهذا اللي شريها واللي يجيبو يعدلوها له كيفاش عندهم هنا المطعم الريستوران هذا الكوريين هذا بحال هذا بحال هذا كنت تدخل له في سيبو واقيلا المهم شي مطعم الفيليبين كنت دخلت تما في سيبو تاك شوف كيف عند نفس المنظر نفس وحط هنا في البيسينات وشري ودينا الريستوران ديال راوان داخل. بوينو بالعاد خوتي واحد المطعم هنا شني مطعم لوكال حتى هو عنده غير السي فود هنا عنده ديك الشيء مزيون شنو ملي دخلت جبرت غير الناس اللوكال الفيتناميين المهم عندو ناس سي فود وجبرت شي فات عندو ماكلة مزيونة المهم مشيت حيش واحد بلاطو ومن بعد انا كنت بزاف دي بلاطو هنا من بعد ساعة باش نقدر نشوف البلاطو اللي خاصني وصافي طعم مخير جا قريب وما باينش هذا غالي وعندك حتى هو عنده داك الشيء عنده داك لي زاكواريوم تما نمشي نختار كلشي برا هما اللي الناس كتختار كتشوف شنو خاصها الناس عامه كلشي كاين دابا غنشوفو القنامط كيفاش كيتعاد هاهي بالورقة بالروز ولي عملو مع النعناع معرفش النعناع شي ربيع لي عملو معاها طرد الحب والنودلز كتولي بحال الشفوط ديال القنبطة الشفوط ديال القنبطة اوكي Thank you. Okay. Thank you. Oh. Wow. أنا مش قاعد أصدق اللي يجي بشعبه. صدفة جتنا هنا. جتنا نايت ماركت ما هي صدفة كنت جيت مش مشي لواحد المطعم اللي هو في الدوق صدفة جيت وجبت نايت ماركت. يا ربي انا معاه نيشا هو النايت ماركت عندي مزيون هنا المهم انا تسمى باش نصور غير شي حاجه هنايا باش انا خصني نمشي دابا نصور باش يمشي معايا الكابلي ديال الشاطئ باور بانكا هو الكابلي اللي ما جبتوش ديما ما عندي ما نساش شي حاجه المهم صافي دابا نمشي نخليكم عندي شي حاجه فريتا كاينه هنايا
أو بالساعة غنوصل.